لا شك أن المجلس الرئاسي والسيد رئيس المجلس يقومون بجهد طيب جدا ومحمود من أجل محاولة رأب الصدع الموجود في ليبيا الآن، وجهدهم مشكور، وأعتقد الجميع يتابع ما يسعون للقيام به، والأفكار التي تحدث بها فخامة الرئيس المنفي في جلسته ولقائه مع المندوبين الدائمين، تحدث بها أيضا مع معالي الأمين العام، وهي أفكار تصب جميعا في اتجاه واحد، وهو كيفية تسوية النقاط الخلافية الموجودة حاليا والتي تحول دون تقدم الوضع السياسي إلى النقطة التي يمكن فيها عقد الانتخابات وبالتالي إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل كامل. فهذا الجهد هو جهد طيب وجهد يعني مشكور جدا، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه الجهود والمساعي لتحقيق هذا الهدف. كلنا نعمل ونهدف إلى استعادة ليبيا لوحدة الإدارة والقيادة فيها، لمنع الازدواجية، لتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب الليبي. هذه الأهداف النبيلة يسعى إلى تحقيقها المجتمع الدولي، وأيضا يسعى إلى تحقيقها رجال شرفاء في ليبيا وفي طبعا مقدمتهم المجلس الرئاسي الذي يهدف بتحركاته إلى يعني تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها. فأتمنى له التوفيق، ومعالي الأمين العام تمنى للرئيس كل التوفيق، ووعده بأن تقف الجامعة العربية داعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.